قبل ما أبدأ الفيديو برجو منكم الدعاء لصديقي محمد تلاوي اللي وافته المني قبل أيام بسبب وباء كورونا. برجو من الجميع أنهم يلتزموا بالتباعد وارتداء الكمامة للحد من انتشار الوباء بيننا. احنا اليوم عند اكبر الاسواق الامريكية اللي بتبيع بالجملة، وهي الاسواق ضخمة جدا، موجود كل اشي فعليا تحت سقف واحد. راح تلاقي هون في هاي الاسواق من الابرة للجمل زي ما بيحكوا. هاي الاسواق بتبيع بسعر الجملة، ولكن بامكان الناس العاديين اقتناء حاجاتهم من هيك محلات. خلينا ناخدكم جولة داخل المحل ونتعرف على الاسعار وشو بيقدم هذا المحل للشعب الامريكي. أول ما ندخل المحل راح نلاقي قسم التكنولوجيا، أي إشي إلكتروني أو تكنولوجيا حديثة، كاميرات، طيارات موجودة هون. طبعاً الأسعار بتكون دائماً مخفضة أو موجود عروض. في ميزة في هذا المحل راح نشرح لكم عنها، كل إشي منه حجمه كبير، الخضار كبير، الكراتين الموجودة فيها بضاعة كبيرة، كل إشي تقريباً حجمه ضخم، مش زي الأسواق العادية بتلاقي حبة أو بإمكانك تختار حبة فاكهة واحدة أو ممري واحدة. فهون كل إشي بتلاقيه دايماً جاي مع مجموعات أو ضمن باكيج ببيعوك إياه بأسعار كثير رخيصة. وهون زي ما أنتوا شايفين أي إشي بخص التخييم وجلسات الصيف، وهاي من الشغلات الموجودة ضمن منطقة الحاجيات السفر والتخييم والرحلات والبيوت. سعره يا إخوان $1000. سلامة خيركم، مين ممكن يشتري جريل $1000 عشان يشوي عليه لحمة؟ احكولنا بالتعليقات. يعني إخوان متوفر جميع أنواع الأثاث المنزلي، كل إشي ممكن يحتاجه المنزل برضو موجود في كوسكو بأسعار كثير مميزة. بالإضافة لأنه كوسكو أول معرض إلها افتتحوه كان عبارة عن هنجر طائرات مهجور، فظلت كوسكو مستمرة على نفس الستايل، هنجر كبير زي هيك موجود فيه بضائع، منها بضائع غذائية، بضائع منزلية، بضائع للترفيه. يعني ممكن تأثث بيت كامل من هون أو تشتري جميع احتياجاتك الغذائية من هون. كمان زوارق زي ما انتو شايفين، الزورق $300، بإمكانك تاخد زورق وتروح فيه على الأنهار. كثير من الأمريكان يعني بيقضوا عطلاتهم الصيفية في الأنهار، فإشي ممتع جدا إنك تجرب هيك تجربة. طبعا خزنات ضخمة جدا عشان تخبي فيها ثرواتك. طبعا هون عجبني حاطين في الصورة إنه إحدى الثروات اللي هي العدسات والكاميرات، ف والله المصورين إلهم عز يا إخوان. يعني هاد دليل إنه المعدات مش رخيصة وغالية ومش أي حدا بيقتنيها. تعشفوها كيف تقدر تحط فيها معداتك عساس ما تتعرض للسرقة لو كنت مثلا في منطقة مش آمنة. كل إشي للناس المهنيين متوفر، يعني أي إشي بحتاجه الرجل المهني في أمريكا متوفر كمان هون، من ماتورات لمعدات كل إشي موجود. إخوان اللي ورانا مش غرفة عادية ولكن ثلاجة ضخمة، خلوها بدرجات حرارة متدنية عشان يحافظوا على الخضار. يعني علبة الفطر ممكن تكون قد ربع هاي في المحلات العادية، ولكن في كوسكو دائما الخضار موجود بكميات كبيرة لأنه مرات بنباع في الجملة وللمطاعم، فبيستفيدوا من هاي الكميات الكبيرة. كمان هون مخبز خاص في كوسكو موجود في جميع أنواع الخبز، فممكن تتذوقوا الحلوى الأمريكية من هاي المحلات وكيف طريقة صنعها، موجودة دائما على بسطات زي هيك بتشوفوها داخل المحل. وهون موجود كمان أسماك فريش موجودة بالسوق، جميع أنواع الأسماك، سالمون، اللوبستر والكراب. إخوان الكراب عن جد مش رخيص، سعره $57 مع الضريبة ممكن يوصل $60. وعند الملحمة
موجود لحوم حلال كثير في الملحمة. خلينا نوريكم الشعار الموجود تبع حلال اللي هو موجود على اللحوم هون، بالإضافة لمجموعة كثير لحوم كله حلال. بس بدك تشتري باكيت شيبس في أمريكا عليك بإحضار باكيت شيبس تقريبا بحجمك. شوفوا أحجام الناتشوز اللي موجودة على الرفوف، أحجام عائلية كبيرة ضخمة راح تلاقوها موجودة في كوسكو. موجود بط حلال زي ما انتم شايفين مكتوب بالعربي، هون بطة وهون حلال. مدينة ألعاب للأطفال، يعني كثير أمور ترفيهية للأطفال ممكنك تشتريها من كوسكو، وإشي ضخم جداً مش إشي صغير. يعني هاي كانت نحط في الباك يارد خلف البيت أو في أماكن واسعة. موجود كمان أجهزة رياضية زي هيك تستحملني، طول ما هي مستحملتني يا أخوان أكيد يعرفوا إنها براند كثير قوي. في زي صيدلية ضخمة موجود فيه كل الأدوية وكل الأمور اللي ممكن يحتاجها أي شخص بحاجة لأدوية أو فيتامينات أو أي إشي بخص المجال الطبي. أحجام ضخمة، يعني بدك تأخذ بيكون عندك عيلة كبيرة أو بدك تبيعه بسعر الجملة. خلينا نروح على أرخص أكل جاهز ممكن تاكله في أمريكا اللي هو من كوسكو. زي ما انتم شايفين الأسعار، الهوت دوغ بدولار وخمسين سنت، دولار ونص فقط مع بيبسي. خلينا نطلب هون على الشاشة زي ما انتم شايفين في نظام إلكتروني. دولار وخمسة وستين سنت وجبة بتشبع شخص. Thank you. اوكي زي ما انتم شايفين الوجبة تيجي ساندويش مع تو صوص مع بيبسي. خلينا نروح نعبي بيبسي. طبعا البيبسي والعصائر تقريبا ريفل، يعني بتقدر تعبي اكثر من مرة. هاي الماكينة يعني بابليك. هناك مراكز كمان لصيانة السيارات داخل محلات كوسكو بالإضافة لمحطات البنزين الموجودة على أطراف المحلات، وهاي الأسواق لا يمكن دخولها إلا باشتراكات سنوية، وهناك اشتراكين، اشتراك للتجار ب 120 دولار واشتراك للأعضاء العاديين ب 60 دولار، بالإضافة للكثير من العروض والكريدت كارد الخاص فيهم. في نهاية اليوم زي ما شفتوا مبنى تجاري ضخم بتيح للمواطنين يشتروا بضائع في سعر الجملة. اكتبوا لنا في التعليقات وين في أسواق عربية مشابهة لهيك أسواق ضخمة في أمريكا. إذا عجبكم المحتوى لا تنسوا الدعم، لايك شير سبسكرايب يا أخوان، وشاكر لكم.